السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير ويا صباح الخير. خلونا كده نجهز هوت شوكولات. الجو جميل النهاردة، جميل قوي. شكلي هخرج أشرب كوباية دي برا واستمتع بالجو الجميل ده. شكلي هخرج كده لف لفة برا عشان الجو جميل قوي زي ما قلت لكم. والجنينة العشب بتاعها كبر، لازم صراحة اعتني بيها كده شوية واقص الزرع اللي فيها زي ما بتشوفوا، كبر قوي الصراحة. ويلا خلينا كده ندخل البيت ونجهز الفطر بتاعنا. هشارك معكم تقريبا يوم كل ان شاء الله، لان الصراحة اليوم ده في حاجات كتيرة لازم اعملها، ان شاء الله هشاركها معكم كلها. ودلوقتي انا في طريقي رايحه للبحيره اللي قلت لكم عليها، البحيره الجميله قوي. هي الصراحه مش بعيده عليا، قريبه ليا، مش بعيده قوي يعني. انا دلوقتي جيت على البيت وبجهز الغداء بتاعنا. انا هعمل شوربة قرع احمر. المهم لو عاوزين الوصفة هتلاقوا الوصفة تحت، يعني انا هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن، يبقوا جربوها لو حابين. هي صراحة وصفة جميلة قوي عملتها، وعملت جنبيها كده فراخ محمرة
ومعهم خبز، خبز اللي بنحطه فيه كده الزبدة والثوم وكده، اللي بيكون ده طعمه جميل قوي. بعد ما تغديت وارتحت كده شوية، جيت للدكتور سينا عشان عندي موعد معاه. طبعا مش هقدر اصور لكم جوه، انا دلوقتي بس النطور بتاعي صراحة ما بيكونش في ناس كتيرة، يعني خلاص كل واحد بيجي في الموعد بتاعه، بس في واحد كده كان دخل قبل مني، لما هيخرج هو هدخل انا. دلوقتي هتديني فورم كده علشان املاه قبل ما ادخل اشوف الدكتور. وبعد ما خلصنا مع الدكتور خلينا كده نلف لفة في ايكيا او ايكيا، مين فيكم زيي بيحبها قوي؟ انا الصراحة بحب الف فيها قوي، مع ان الصراحة لما بندخل ما بنقدرش نطلع وايدينا فاضية، لازم ضروري كده تطلع حاجة في ايديك. وبص سبحان الله العظيم كان الجو جميل، بص دلوقتي نزلت شوية شتاء والجو كده اتكهرب، فالجو في انجلترا مش مفهوم، يعني ممكن تلاقي 4 فصول في اليوم مرة واحدة كده. مدينة دخلنا جوه، بصوا الصراحة أنا مش هقدر أصور لكم كل حاجة عشان بجد هيبقى الفيديو طويل، بس لو حابين يعني ألف بكم لفة بس كتبوا لي تحت، هبقى إن شاء الله أعمل لكم فيديو مخصص أوريكم كل الحاجات اللي موجودة جوه. أي حاجة عاوزين تعرفوها هي بخصوص المطابخ، هي بالصالونات، أي حاجة، كل حاجة عاوزينها. يلا خلينا كده نبتدي نلف لفة كده حلوة. والله حلوين قوي، انتوا تعرفوا ان دول بيخلصوا بسرعة، يحطوهم كده تلاقيهم خلصوا، شكلي هاخد منهم.
ماما. الزرعة دي عندي زيها في البيت، لسه شاريها بس يمكن الأسبوع ده، بس مش شريتش من آيكيا، لا اشتريتها الصراحة من محل تاني. حاب أوريها لكم إن شاء الله في فيديو تاني. وادينا رجعنا للبيت، وفي حاجات شريتها من هناك حشاركها معاكم. في حاجات شريتها من آيكيا، في حاجات شريتها من محل تاني حشاركها معاكم كمان. بس ودول الصحون اللي شفتهم عندهم الصراحة وعجبوني في الحقيقة، بيبانوا يمكن أحسن من الفيديو، بس ما كانوش كاملين، ما عندهمش كل حاجة، في حاجة موجودة وفي حاجة خلصت. بس مثلا في صحونة لقيت بس صحونة صغيرة، بس الكبيرة اللي فيها 25 سنتي ما لقيتهاش. بس دخلت للنت وما لقيتهاش كمان. بس الأودول بتاع 20 سنتي يمكن كانوا بس 4، ولقيتهم جوا خالص يعني ما كانوش باينين. بس صراحة أنا بفكر أخد 8 من كل حاجة، من 4 صراحة قليلين. حرجع كمان أزود من عندهم، ولو في حاجة مش موجودة عندهم زي ما قلت لكم حاخدها من النت. ودول الحاجات اللي قلت لكم أخدتها من محل تاني. أخدت الصحون دول 4 في 4، وأخدت الخشب دول، وكمان أخدت علبتين بلاستيك دول اللي بتشوفوهم. أنا عندي أصلا واحدة في البيت كبيرة، بس زودت 2 صغيرين. والمناديل دول صراحة بحبهم كمان عندي في البيت، بس زودت منهم 2، واحدة في اللون ده واحدة في اللون ده. والعلبة دي أنا عندي في البيت كمان، بس زودت منها واحدة أكبر. بتتباع كل حاجة لوحديها، العلبة نفسها لوحديها والغطا لوحده، فأنت بتختاري يا غطا بلاستيك او غطا بتاع الخشب. فانا اختارت غطا بتاع البلاستيك. وبتاعت التوم دي، بتاعت التوم دي الصراحه حلوه كمان. يعني في تانيين عندي لما اجي بستعملها بتسيب لي كده شويه توم جوه، بس دي الصراحه بتطلع كل حاجه حلوه قوي ورخيصه يعني مش غاليه. حابه ان شاء الله استعملها في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله وتشوفوها. بس كده دول الحاجات اللي اشتريتهم النهارده، وحبيت اشاركهم معكم. وكده بيكون الفيديو بتاعنا خلص. ان شاء الله يكون الفيديو يعني عجبكم. لو انتم مش مشتركين في القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو المقبل. مع السلامة.